كتير كويسه، كتير كويسه نور ستارز. انا انصدمت. الحلو فيها انه ما بتاخذ الامور شخصي. انا عامل 15 فيديو بتمسخر عليها، بس انه ضلت عادي كويسه معي. بتفصل بين الشغل والحياه، فاهمين كيف؟ بيسان حد كثير كثير كويسه، وبرضه عندها شغله انه بتفرق بين العلاقه الشخصيه والسوشيال ميديا. يعني بطلع بعمل عنها فيديو كامل، بترن عليه بتكون فاطه ضحك على الفيديو، ما بتتضايق.